كيفية الكتابة ومنهجية الإجابة في مسابقات الدكتوراه. أولاً، فهم السؤال. قبل البدء في الكتابة، تأكد من أنك تفهم السؤال تماماً. خذ الوقت الكافي لقراءة السؤال وإعادة قراءته، وتأكد من أنك تعرف ما يتم طرحه ونوع الإجابة المتوقعة، لأن فهمك للسؤال هو كل الإجابة وليس نصفها. ثانياً، التخطيط لإجابتك. قبل أن تبدأ الكتابة، خذ دقيقة لتخطيط إجابتك. سيساعدك هذا على تنظيم أفكارك والتأكد من أن إجابتك واضحة وموجزة، وذلك بالتسطير على الكلمات المفتاحية ثم وضع الإشكالية والخطة. ثالثاً، استخدم هيكلاً واضحاً ومنطقياً. استخدم هيكلاً واضحاً ومنطقياً لإجابتك، قد يشمل ذلك مقدمة وفقرات أساسية وخاتمة. تأكد من أن إجابتك تتدفق بسلاسة، وأن كل فقرة مرتبطة بشكل واضح بالسؤال. رابعاً، استخدم الأدلة والأمثلة لدعم إجابتك. يمكن أن يشمل ذلك المواد القانونية أو الإحصائيات أو دراسات الحالة حسب موضوع السؤال. سيساعد هذا في إظهار فهمك للموضوع وجعل إجابتك أكثر إقناعاً. خامساً، اكتب بطريقة واضحة وموجزة. اكتب بلون واحد، تجنب التشطيب والحشر والحشو، تجنب استخدام المصطلحات أو اللغة المعقدة بشكل مفرط. استخدم لغة بسيطة وسهلة الفهم حسب التخصص، قانونية أو أدبية أو علمية، وتأكد من أن إجابتك سهلة المتابعة. سادساً، قبل وضع ورقة إجابتك، تأكد من تدقيقها بحثاً عن الأخطاء. سيساعد هذا في ضمان أن تكون إجابتك واضحة وموجزة وخالية من الأخطاء الشكلية أو الموضوعية والإملائية أو النحوية. وعليك استغلال كامل الوقت وعدم كتابة أي عبارة زائدة في الأخير ليس لها علاقة بالإجابة. إعداد وتقديم الأستاذ الطيب الواضح. بالتوفيق، شكرا لكم.